قاعد تبص عليه وساكت ليه؟ وحشك وهو قدامك؟ أشوف شبه مين؟ ما أنا بقيت شبهك خلاص، يعني هيكون شبه مين يعني؟ لا، أحلى مننا إحنا التنين، شبه الأيام الحلوة اللي قضيتها معاكي. كام يوم يا حمام؟ عمري كله يا صالحة. مالك يا ولد عمي؟ بصيت لي درويش واتمنيت أشوف الراجل، وبعدين خفت، وبعدين حزنت، وبعدين اتكسفت من روحي، وقلت ياه اتقدم مع ربنا، الأعمار بيد الله. أنا أقول لك، قادر كذب عبد القادر، قادر ربنا يا حمام، عطانا بعد صبر ما حرمناش، وما دام هو قادر نبقى راضيين باللي هيعمله، نقعده لحد ما يكبر ويبقى راجل وتشيل عياله بإذن الله. بس خبريهم مال يا حمام، ليك كتير عاد بيت عندنا وسايب العروسة. انت لسه بتسميها عروسة؟ ما بيجيتش خلاص يا صالحة؟ لا اعدل يا حمام، روح لها عيلة وغلبانة من ساعة ما جه درويش وانت ما تسيبهوش دقيقة، حرام عليك. والله وقفت كتير معايا وانا حبلها كانها بنتي. خلاص ما دام هتحبيها قوي كده خليني بقيت الاسبوع معاها. بقيت اسبوع ايه؟ قعدت عليها حيطه. لا هو انت يعني هتسيبها يا تقعد معاها اسبوع؟ ما تروح لهاش. ما كنت جدع، حصل ايه امال؟ والله ساعات احس انها بنتي وساعات احس انها ضرتي. خلاص يا همام روح لها، انا مسامحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. توك ما افتكرت تسال. حقك عليا يا ولد اليمن، الواد درويش ما قدرش ابعد عنه واصل. يا رب ما تبعدش عنه ابدا. مالك حلو قوي الليله دي؟ الحمد لله طول عمري. حلو قوي الكحل اللي انت حطاه دي. هو انا عيني كده متكحل على رباني. الله اكبر. طب ما البعد زينة. ها زين ليك انت، ان البعد عنك هيموتني. الا قولي لي، هو انت من زمان بصتك حلوه كده؟ وبعدين حبص بعيد. واه مال يدك اسم الله عليك؟ مالها؟ حلوه قوي. ده بلانا من قله سلامك عليها. طب اصلحها كيف دي؟ وريني كده. اتصلحت. بسي. افتح الباب يا ولد نطلع الفرس. ممنوع. ايش؟ ايش هو اللي ممنوع يا ولد؟ ممنوع اي ركوبة تطلع الا باذن سيدي شغل عرب همام. ليش؟ ما فيش ركوبة هتطلع. تفضلوا يا شيخ العرب. مرحبا مرحبا يا مشايخ العرب. مرحبا بيك يا شيخ العرب همام. يعني ما نشوفوش بعض غير في الاحزان ولا ايه؟ متجمعين في الفرح وفي كل حيجة ان شاء الله. المهم نتجمع وخلاص، فرح حزن، المهم نلمه. والله لولا المصالح ما كنا نسيبوا بعضنا بالمرة. المصالح صح، ومفيش مصلحة أحسن من القرب يا شيخ يونس يا هواري. الجد واحد والأصل واحد والمشوار هو، والقلوب تدفى برؤية الأحباب. صح. اي نعم. زين شيخ العرب بكر الهواري، أمك تبقى خلت نظيمة، أبوك خدها وقعد بيها بحري ومن يوميها ما شفناكمش. عاش من سمع حسك يا شيخ العرب، والسلام أمانة منها لك. الله يسلمك ويسلم. ايه
الشيخ يونس الهواري جدك يبقى ولد عم جدي. اي نعم، ما انت اللي قعدتوا هنا وما تبوش تسيبوا فرشوه. وجينا جمعنا الحمد لله، جيتوا للواجب وصلينا مع بعض في بيت ربنا عشان يبقى الكلام على نور. كلام ايش يا شيخ العرب؟ بين كلامك. ما هو استنى فرقه تاني، انا الاوان يا ولد عم اننا نتجمع، كل واحد منكم يقدر يسوق بدل البلد 100 بلد. الدور دي انا عايز كلمتكم. كلمتنا؟ كلمه ايش؟ ولد عم بجبلي ادوني كلمتهم بامر ابوي الشيخ يوسف الهواري، وانا غرضي ان هواره كلها تبقى على كلمه واحده. لمن؟ لي او لغيري، المهم تبقى على حد وحده يا شيخ يونس يا هواري. معاكم 3 ايام شاوروا روحكم، اهلا بيكم في مضايفنا. ولو اراد المولى وصار كلامكم على حد يبقى بركه يا جامع، لو لا كل واحد فيكم ركب راسه وقال يلا نفسي على كيفه، ياخذ ركوبته ويرجع بلده ويبقى كل واحد من تلاه. بس لو رقصت الدنيا رقصتي مش هتظهر نفسي ولا هتظهركم، انكم تبقوا مع الغريب. ويوم اطلع اقطع الجدر الغريب اول حبل هيتقطع اللي بيني وبينكم. فكرك كلامي ليس مخلص، ربنا يعز اللي يعز نفسه. سعد وصل ولد عمك لمقاعدهم وضايفه في الجبل وهنا بعد 3 ايام، تفضلوا على مضايفكم. سياسي معهم هلقاهم بالراحة بالتحديد، قولهم على كيفكم بس أمام ما يسيبكمش، اللي مش معاه وحده بس يحمي رقبته وحده ويحمي أرضه وحده. ولا فيهم فايدة، طول عمرهم زي الطين الماهي، لا ينفع بنا ولا جلوس. ما عارف يمكن دم يحن. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرزور. نعم شيخ العرب. اعمل اللي قلت لك عليه بعد الشيخ اسماعيل ما يخلص معاهم، وارجو بحلقة زيادة. حاضر.